السلام عليكم متابعينا الاوفياء، مرحبا بكم في محل جلال الذكر. امي الحبيبه الغاليه، خالتي العزيزه، خالتي مدام، جدتي الحنونه، عمتي الانيقه. فيديو جديد يخص عيد الاضحى. جبنا لكم الاشياء الخاصه بالعيد كما راكم تشوفوا. الله يبارك، يعني ما شاء الله وجدنا لكم هذه الطرحه كومبلي باش تشوفوا اشياء العيد. نبدا على بركه الله. كاين سكاكين صغيره كبيره، شواقر كبار صغار، كاليتي تاع الموس الله يبارك، يعني ما شاء الله جبنا لكم هذا الموس، يعني كاليتي بزاف مليحه، توفر في محلاتنا هذا الحجم الكبير. هاوليك يعني ما شاء الله القبضه تاعو، يعني الله يبارك الموس ما تحكيش. عندك هاد لا سيري ثاني، هذيك اونصومبل كومبلي، جام كومبلي مع بعضها. عندنا هذه، عندنا هذه هكذا فيها حتى المقص والمضايا، يعني الله يبارك ما شاء الله. هذيك ومازال فيها طاج هنا لتحت كما راك تشوف، فيها دوبل طاج، فيها الفراش، فيها بزاف سكاكين، يعني ما شاء الله. اضافه الى ذلك عندنا هذه فيها المنشار، فيها المقص، فيها المضايا، فيها شاغور، فيها هنايا مضايا اخرى، وعندك واحد زوج ثلاثه اربع تاع سليخه تاع ذبيحه تاع قصان، يعني فيها كل شيء كابا كومبلي. عندك هذه ثاني لاغام فيها كل شيء تاع سليخه تاع ذبيحه ومضايا، موس كبير تاع ذبيحه وسليخه كيف كيف. وعندنا هذا الموديل هاو كيفاش يجي، فيه حتى هو شاغور كبير، فيه موس تاع سليخه تاع ذبيحه، فيه ماس كبار وصغار، يعني الله يبارك ما شاء الله غام كومبلي. فاليزا يعني ها كيفاش تجي كي تقفلوها خاتي مدام، سواء كانت في الكبيره ولا في الصغيره. هذه كاليتي الله يبارك ما شاء الله، خدمناها العام اللي فات، يعني كاليتي توب تاع التوب. عندنا هذا الثاني سكين يجي اينوكس كومبلي، فيه الصغير وفيه الكبير، فيه تاع الذبيحه وفيه تاع السليخه. عندنا هذا الموديل منها يصحوا للقصان يصحوا للسليخه، يعني حاجه مليحه. عندنا هذا الموديل ثاني في العادي جاي منشار. عندنا في الموديل هذا يصلح للسليخه يصلح للقصان، استعمالات يوميه تاع المنزل. عندنا هذا لاسيري ثاني مقبض تاعها جاي في البلاستيك، وهذا جاي في الحطبه هكذا باش تشوفوا، يعني الله يبارك ما شاء الله. هذه كنا شفناها. عندنا هذا السكين ثاني ها الله يبارك، يعني يصلح للقصان مليح بزاف. خلاص عندك هذه المضايا تصلح تنظي بها. عندك هذا العصيري حابه تديكيما هكذا تروا بياس من الصغير للكبير، حابين تديكيما هكا يتباعوا فراك. عندك الموديل هذا هكذا، عندك الكبير وعندك الصغير تاعو، هاو كبير وصغير، هذو يتباعوا فراك. عندنا هذا الحجم الكبير اللي يحتاج تاع ذبيحه ثاني، هم كاينين سكاكين تاع ذبيحه كلهم متوفرين الله يبارك، يعني من الكاليتي المليحه حتى الكاليتي الناقصه. عندنا الشواقر هذا لي موديل مازال نوفر لكم، عندنا فيهم الصغير والكبير. عندنا هذا ثاني تاع السليخه ربي يبارك، يعني ما شاء الله. عندنا هذو من موس منشار، عندك هذو هكذا يعني تاع قصان استعمالات يوميه، سواء هكا في الحطب ولا في البلاستيك، هذو في زوج متوفرين. عندنا هذا الموس ثاني يعني كاليتي مليح هكذا، وكاين المنشار تاعو ايضا. عندنا هذه يقلبوا بهم الشواء، هذيك تقلبي بها شواء خالتي مدام. عندنا طارق تاع شواء تاع الحديد، عندنا تاع الحطب، عندنا المنشار. هز نجيبوا الالكتريك وزيد نوفروه، هذا اي نزيد نوفروا لكم اشياء كثيره خاصه بالعيد الاضحى. على كل حال عندك كذا الحبل متوفر، الشويات جميع الشويات متوفرين، هذا تاع اللي تحزو في اليد ولا تاع الفحم. تاع الفحم عندنا الموديل هذا هكذا، وعندنا هذه، ومازال نزيدو نجيبو لكم لي موديل الاخرين، يعني الله يبارك ما شاء الله، سواء كانت صغيره ولا كبيره، في زوج متوفرين. هذا مطارك تاع الشواء، عندنا هذا الموديل، وعندنا هذا الموديل كانت الحطب وتاع الحديد. عندنا المارطو، عندنا الشكل هذا في الالومنيوم، وعندنا هذا. عندك هذا الشوايه ثاني تاع فلفل تاع حميص كيما شوية ثاني هذه، ومازال إن شاء الله نزيد نوفر لكم في قادم الأيام أشياء كثيرة خاصة بالعيد. أمهات الغاليات العزيزات كما كنتوا شفتوا جولة اليوم كانت مخصصة في أشياء العيد، يعني ما شاء الله. ثاني كاين الشواية هذه نجي غامقة. محلاتنا متواجدة في مدينة عميلة بالضبط مقابلين بازار علي بابا. نقول لكم شكرا لحسن المتابعة، انتظرونا بجديد آخر، مع السلامة.